المشي خطوة مهمة جدا في التطور الحركي، وكل أم نفسها تغمض عينيها وتفتحها تلاقي ابنها بيمشي. في الفيديو ده هقولك على شوية حاجات تعمليها علشان تدربي طفلك على المشي بشكل صحيح، علشان كده لازم تركزي معايا كويس وتتابعي الفيديو ده للآخر. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فقرة صحة الأطفال وحديث الولادة من برنامج سبيس تون مام. معاكم الدكتور محمد دسوقي، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم إن شاء الله النهاردة عن كيفية تدريب الطفل على المشي. هنبدأ تمارين تدريب الطفل على المشي من عمر 9 شهور، وأول خطوة في تدريب الطفل على المشي إن أنا أدرب الطفل على الوقوف. لازم أعلم الطفل إن هو يقف الأول. طيب هنعمل الخطوة دي إزاي؟ إزاي تعلمي طفلك إنه يوقف نفسه بنفسه؟ هتخلي الطفل قاعد وتمسك الطفل من وسطه وتبتدي أنت توقفيه وتقعد الطفل تاني، مرة تانية تبتدي أنت توقفيه وتقعديه تاني، وتقعدي تكرري ده مع الطفل كتير. واحدة واحدة هتلاقي الطفل وانت بترفعيه هو بدأ يرفع نفسه معاكي، وفضلي كرري ده مرة واتنين وتلاتة، وبمرور الوقت هتلاقي الطفل بدأ هو اللي يعرف يقف لوحده. في الحالة دي ابتدي انت امسكي ايد الطفل بس مسكة بسيطة وارفعي حاجة بسيطة، هتلاقي الطفل بدأ هو اللي يرفع نفسه وبدأ هو اللي يقف. الخطوة دي ممكن تاخد مع الطفل من أسبوع لأسبوعين، مش كل الأطفال زي بعض في الخطوة دي بالذات. أول طفلك ما يبتدي يتقن الوقوف، يعني بقى بيعرف يقف كويس، هنا تبدأي تاخدي الخطوة التانية وهي تدريب الطفل على المشي. الطفل ده خلاص بقى بيعرف يقف كويس وبقى بيعرف يوقف نفسه، ناخد الخطوة التانية. أول حاجة لما تدرب الطفل على المشي ما تلبسيهوش حاجة في رجله، خلي رجليه عارية، لأن ملامسة رجل الطفل للأرض مباشرة يخلي الطفل يعرف يحس كويس بالأرض تحتيه ويعرف يحافظ على اتزانه. النقطة التانية، طفلك بقى واقف وهو مسنود، لازم تحطي هدف للطفل علشان الطفل يتشجع ويروح للهدف ده. يعني مثلا حضرتك هتجيبي لعبة تحطيها قريب من الطفل، الطفل واقف على أريكة وهو مسنود، اللعبة موجودة على الأريكة بس بعيد عن الطفل شوية، وشجع الطفل واحدة واحدة وانت سنداه انه يبتدي ياخد خطوات بسيطة لحد ما يوصل للعبة بتاعته. في الأول خلي اللعبة دي تبقى قريبة من الطفل شوية، يعني بينه وبينها خطوة أو خطوتين بالكتير، علشان الطفل ما يخافش وعلشان يتشجع انه ياخد الخطوة دي. لو الطفل ما كانش فاهم ايه اللي مطلوب منه، امسك انت الطفل من وسطه وابتدي حركيه بالراحة ناحية اللعبة بتاعته. لما الطفل يفهم ايه اللي مطلوب هتلاقي الطفل في المرة اللي بعدها بدأ هو اللي ياخد الخطوة دي لحد ما يوصل للعبة. الطفل عمل الخطوة دي بنجاح، لازم تحسسيه ان انت فرحانة وان هو عمل انجاز. المرة اللي بعدها هتبعدي اللعبة عن الطفل شوية كمان، لازم تتأكدي ان الطفل واقف وهو مسنود. وهنا في نقطة مهمة جدا، بعض الامهات لما بييجوا يدربوا الطفل على المشي بيمسكوا الطفل من دراعه وممكن يشدوه، الحركة دي مش كويسة. لو هتسندي انت الطفل اسنديه من وسطه، امسكي وسط الطفل وحركيه واحدة واحدة معاكي، او الطفل يبقى ساند على الأريكة ويبتدي يتحرك معاها واحدة واحدة. ابعد اللعبة عن الطفل بالتدريج واحدة واحدة علشان الطفل يبتدي يزود المسافات اللي بيتحرك فيها. الخطوة اللي بعد كده ان انت تبتدي تسيبي مسافات ما بين الحاجة اللي الطفل بيسند عليها والحاجة التانية. يعني مثلا حضرتك هتجيبي كرسي تبعديه عن الأريكة شوية وتحطي عليه اللعبة بتاعة الطفل. الطفل هنا مطلوب منه انه يقطع مسافة صغيرة من غير ما يبقى ساند على حاجة. في الأول امسك انت الطفل من وسطه اسنديه وحركيه واحدة واحدة لحد ما يوصل للعبة بتاعته، وبعد كده ابتدي شجع الطفل انه ياخد الخطوة او الخطوتين دول لوحده وهو مش مسنود. اول طفلك ما ينجح في الخطوة دي حسسيه ان انت فرحانة علشان الطفل يتشجع انه يكرر ده. لما يتقن الحركة دي ابتدي زودي المسافة شوية ما بين الاشياء واحدة واحدة، كل ما زودت المسافة كل ما كان الطفل بيعرف يمشي لمسافة اطول وهو مش مسنود وهو محافظ على اتزانه. لكن خدي بالك ما تنقليش للخطوة اللي بعدها قبل ما تحس ان طفلك اتقن الخطوة الاولانية. يعني حضرتك ما تخليش الطفل ياخد مسافات وهو مش مسنود الا لما يتقن المشي وهو مسنود كويس الاول. ولما تبدأي للخطوة اللي بعدها لازم تبدأيها بالتدريج، تخلي المسافة اللي الطفل هيمشيها في الاول تبقى صغيرة وتبتدي تزوديها واحدة واحدة. في طريقة تانية كويسة جدا بعض الامهات بتفضلها، الطريقة دي ان حضرتك بتجيبي فوطة او ملاية وتحطيها قدام الطفل. انت حضرتك بتبقي واقفة ورا الطفل وبتحط الفوطة دي قدامه بشكل ان الطفل يبقى ماسك فيها، وانت ماشية ورا الطفل
ويبتدي الطفل يمشي قدامك خطوة بخطوة وانت ماشية معاه. الطفل بيبقى حاسس بالأمان لأن في حاجة قدام سنداه ويبتدي ياخد خطوات. هنا حضرتك ممكن تمشي مسافة طويلة شوية مع الطفل، الطفل انت موجودة وراه وماشية معاه خطوة خطوة، وفي حاجة قدام سنداه محسساه بالأمان وانه مش هيقع. وفي طريقة تانية، ان انت بدل ما تستخدمي فوطة او ملاية، ان انت تستخدمي عصاية وتحطيها قدام الطفل يمسك فيها، وبعدين يبتدي يمشي معاكي خطوة خطوة وهو ماسك في العصاية دي. تقدري تستخدمي أي طريقة من الطرق اللي وضحتها بالتفصيل في الفيديو ده، ولكن مشاية الأطفال ممنوع استخدامها تماماً للأطفال، لأن ليها مشاكل كبيرة جداً على الأطفال. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده بالتفصيل في فيديو سابق، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. كمان من الطرق الممتازة جدا لتدريب الطفل على المشي، لما الطفل يتقن المشي إلى حد ما، إن حضرتك أنت وزوجك تقعدوا على مسافة من بعض، وتشجعوا الطفل إن هو يجيلك، والأب يشجع الطفل إن هو يروح له، ويفضل الطفل يتحرك ما بينكم أنتم الاتنين. الطفل هنا هيبقى بيتعلم المشي وفي نفس الوقت هيبقى بيلعب، وتبقى برضو فرصة ممتازة جداً للتجمع الأسري، ونحسس الطفل كمان بالحب والحنان اللي بيبقى محتاجه جداً في الفترة دي. آخر نقطة لازم أكد عليها كويس جداً، أول طفلك ما يتعلم المشي أو أول طفلك ما يتعلم يتحرك من مكان لمكان، لازم تأمني المكان اللي الطفل بيتحرك فيه، لازم تبعدي أي حاجة ممكن تأذي الطفل بعيد تماماً عن الطفل، سواء الآلات الحادة أو الأدوية أو الكهرباء أو أي حاجة تانية ممكن تأذي الطفل. ودي كانت حلقتنا النهاردة، يا رب يكون عجبتكم واستفدتم منها. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو، لو عندك أي سؤال اكتبه لنا في التعليقات، ولو عاوزة تعرفي أكتر عن عالم الأمومة ما تنسيش تنزلي تطبيق Space Tone Mom.